أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في بداية هذا اللقاء الإيماني المبارك من سلسلة آيات للموقنين. نتأمل فيها آيات الله في الكون والآفاق والأنفس، وبخاصة أن هذا الكون قد خلق وبرمج وصمم من أجلك أيها الإنسان، كما يقول العلماء في آخر الأبحاث العلمية. اليوم أيها الأحبة، سوف يكون موضوعنا الحقيقة موضوع يتعلق بهذا الجلد، بذاكرة الجلد الطويلة جدا. الحقيقة العلماء يعجبون اليوم والأطباء، لماذا الجلد له هذه الخصائص؟ طبعا الجلد هو أكبر عضو من أعضاء الإنسان، لأنه يغلف الإنسان تقريبا بشكل كامل، وهذا الجلد له ميزات في خلاياه، أن فيه تتوضع أعصاب الإحساس بالألم والحرارة والبرودة وغير ذلك، وأن هذا الجلد له خصائص في التهوية والتعرق ووقاية الجسم من البكتيريا الضارة والفيروسات والملوثات والحرارة والأشعة وغير ذلك. هذا هو مقطع في الجلد. كما نرى الجلد يتألف من طبقات، وهذه الطبقات طبعا هي عبارة عن خلايا، مليارات ومليارات من الخلايا تتوضع بشكل دقيق جدا، وهناك أعصاب للإحساس بالحرارة والألم. ولكن خلايا الجلد لها ميزة يعني غريبة جدا بحثها العلماء مؤخرا. لقد حاول العلماء أن يقوموا بعمليات زراعة جلد ناجحة، فكانت معظم العمليات أحيانا تنتهي بالسرطان، وبخاصة إذا أخذت قطعة جلد من شخص وزرعتها لآخر أحيانا يصاب بالسرطان، هذا سرطان الجلد المريض الجديد. هناك أطباء بحثوا هذه الظاهرة طويلا، ولكن آخر الأبحاث العلمية أكدت أن سبب ذلك هو أن الجلد له ذاكرة طويلة الأمد بخلاف بقية الخلايا، له ذاكرة طويلة، فتبقى المعلومات التي حدثت لصاحب هذا الجلد مخزنة في هذه في خلايا الجلد وتنتقل أثناء تجدد هذه الخلايا. فعندما تأخذ قطعة جلد من شخص وتزرعها في آخر حرق جلده حديثا، فإن هذا الجلد الجديد لا يتناغم مع المريض الجديد. لماذا؟ لأن الجلد يخزن الذكريات ويخزن المعلومات. إذن نحن أصبحنا أمام حقيقة علمية، أن الجلد له ذاكرة طويلة، وأن الجلد بنيته معقدة جدا، وأن هذا الجلد حتى عندما يتجدد تنتقل هذه الذاكرة عبر الأجيال أو عبر الخلايا التي تنقسم وتتجدد باستمرار، وتبقى موجودة المعلومات. الله سبحانه وتعالى أنبأك أيها الإنسان عن موقف سوف تتعرض له يوم القيامة،
ووضع لك في الدنيا إشارات إلى هذا الأمر لكي تستيقن أن كلام الله تبارك وتعالى هو الحق. آيات للموقنين. الله عز وجل يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ سبحان الله، الإنسان يوم القيامة لا يستغرب أن يشهد عليه سمعه وبصره. من الطبيعي أن يشهد عليك سمعك، لأن السمع وسيلة تسجيل الأصوات التي تنطقها، والبصر هو وسيلة ترى بها الأشياء التي تعصي بها الله تعالى وتراها. لا يستغربون، يستغربون فقط من نطق الجلد. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سبحان الله. طيب، هذه الذاكرة طويلة المدى الموجودة في الجلد والمعلومات المخزنة عليه سوف تنطق عليك يوم القيامة. يعني تصور أيها الإنسان، أي معصية وأي كلمة تقولها ربما تظن أنه لا يسمعك أحد، ولكن هذا الجلد يخزن هذه المعلومات وسوف ينطقها أمامك يوم القيامة، فلا تستطيع أن تكذبه. سبحان الله، من الذي يعني وضع هذه الميزة في الجلد؟ إنه الله عز وجل. ومن الذي أخبرك عنها أيها الإنسان؟ إنه الله. لكي لا تتفاجأ يوم القيامة بذلك، يعني الله تعالى يخبرك بالطريق الصحيح ويخبرك ماذا ينبغي عليك أن تعمل، ويخبرك أيضا بأنه سيأتي يوم يشهد عليك سمعك وبصرك وجلدك. إذن هل بعد هذه الحقائق يجرؤ أحد على أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ أقول أيها الأحبة، ليراقب أحدنا أو أحدنا ليراقب جلده الذي سينطق يوم القيامة ويعيد كل هذه المعلومات وكل هذه المعاصي التي أوردتها في حياتك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعل هذه المعلومات وسيلة ونورا يهدي بها من يشاء من عباده الضالين، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.